بس يا شباب نصيحة مني، شوفون الفيديو من البداية إلى النهاية لأن صارت تشوفوا فيها أحداث أسطورية أسطورية، يعني ما حد شايف أحداث يعني أسطورية، ما راح تشيلكم يا شباب. سوين هواي مهمات حتى أرجع شكل طبيعي، لأن استني هاك ما أقدر أرجع، سوين هواي شغلات حتى أرجع طبيعي. نصيحة مني شوفون يا شباب فيديو. وشباب أشكركم على 390 مشترك يا شباب، والله شباب أريد دعم أسطورة على هذا الفيديو. يلا شباب خلنا نبدي مغامراتي وشنو صار بالفيديو، لا يفوتكم الفيديو. أوه شباب ما بقدر أرجع هالك شباب، ما بقدر أرجع شكله طبيعي. أوف شباب ما أعرف أسوي، ما بقدر أرجع شكله طبيعي بعد هالك شباب، شو أسوي ما أعرف شباب، هاي المشكلة عندي يعني. أوه شباب أنا بس أتذكر لما أتسوى يعني يمكن صندوق أتوقع. أوف شباب ما بعرف ثواني. أوف شباب ضايج كله ضايج، ما أقدر أرجع شكله طبيعي. هاي ما أقدر أرجع للأسف. أوف هذا سكيلتون بلا بلا. أوف شباب ما أعرف شنو أسوي. شباب شباب أحسن خلقت نفسي، مليت من هاي حياتي شباب، مليت كل شيء هذا من وحوش بعد. استسلم يا شباب راح استسلم. اوف اوقف قبل ما اقتل نفسي شباب، اتذكر جون تعالى قال لي عبوسي مشي كذا تنقذ الناس، شلون اكو دم بعد اكو يعني على الشمال، يعني قصدي قال لي على الشمال. فاول ما اعرف المعلومة. او ما جاد معلومة جيدة. سجنون انا يا سدي الكوكس ما يطفى، هذا اللي بيشوفه شوفني. يلا يا شباب خلينا نشوف مغامراتي ونكمل رحلتنا، حتى ما اعرف شو اللي هناك يا شباب هناك. يلا خلينا نرجع نروح، بس ما شفت شي يا شباب، ما شفت اصلا شي. كنا نرجع من سعادة القراويين، ها بيتهم شدوه شباب، هذي منا وصعد منا نروح. هذا اللي شوفه ذكي، نمشي منا صلى حتى ما بنجي شباب. هذي امنوا بلا، بس جاب قروين بالنص مو قتلتوني، جابهم تعالوا لازم اقتلكم انتو يعني، يعني ما كمان اتعصبت في وراكم في وراكم بلا. ماذا شباب خلينا نشوف شنو هذا البيت، لقيت اتوقع بيت اي منه، هذا بيت مارشين. اوقف خلق هذا كتلة اللي جيلة كتلة. الله شباب ما تقدر مشكلة قبل حتما اللي نبيه شباب. فاني اقراي عبوسي حتى ترجع بخير لازم تنقذ حيواني وراح نرد جميل قاتلي. نحن القراوين الذي ساعدتنا من الوحوش. او ماي جاد او ماي جاد عجب اندرمان، ما بقى وحش مهجم هاجمي. يلا بعد احسن ربع عين ابلع عين، ربحت عين واخيرا كثير. روح شباب اكو شنو شباب، شوفوا ما اقدر ما اقدر اقتلهم شباب، هذول صعبين فلت ما اعرف شباب شنو اسوي. اوه ما قد شباب هذول سكلتهم قويين شباب، بس يضربوني يصير ما اعرف شنو بي يسموموني ما اعرف شنو، ما اقدر شباب ما اقدر اتراجع شباب. اوه ماي جاد اوه ماي جاد يا شباب، بس اوقف من قصدي يا حيواني المفضل هو يعني سقط
شباب عندي فكرة، ومن قال حيوان مفضل؟ اجت لي فكرة يا شباب من راس، هي فكرة حتى لو ناس تروح اراويكم شنو. اوه ماي جاد، الحفرة سين زي ما واقع بيها. يلا اشتعل النار يا شباب، ما اعرف شنو اسوي. من قال حيواني مفضل شنو يعني انا؟ مو وقت القرن يا شباب، بس عرفوا انهم قرويين. سواقتهم يا شباب، بس احنا مو وقت القرويين، اريد ارجع طبيعي. كيف يجوا ايش علي بيهم انا؟ بسرعة، شنو معنى يا شباب؟ يعني ما نو بتشلي يا شباب. عايز ادخل هذا الموضوع، ما اعرف الجواب هنا. فوقه جيبنا نحط اللحم يا شباب، نكسره بس خلنا نشرب ننتفجي انا ولي اللي ما هو جراني. يلا ايش معنى يا شباب؟ تشلبي تعال تشلبي، ان شاء الله ما تموت. احب احبيك هالمرة. اوقف في هذا يا شباب، اوقف تشلبي ما اعرف شبيك يا شباب. اكو شي يا شباب تشلبي ما اعرف شبيك. تشلبي شكو شكو اكو شي. تعال او ماي جاد تعال شيل البلوك والضم هاي. وهو تعرف شنو الموضوع؟ اوقف شباب، هاي شنو يا شباب؟ شباب هذول شنو؟ ابلع هالشي خلاص شنو هذول؟ هذول اصدقائي حتى نرجعك طبيعي. هذول أصدقاء سامي يا شباب، يعني هو شلبي أصدقاء كيد سامي. شكرا انك ما راح أخاف بيك، بس هم ما راح أخذهم. ومقولش قد موجود، تعال يلا تعال راح تفيدوني هناك. هذول كافيني. أوه ما قد أسعفني أسعفني. تعالوا تعالوا يلا شباب يلا شباب، هنا خذوا مياني. يلا بيجوني بعد ما اخاف عليهم. اوفني تعالوا يلا شباب اروح نصعد منا منا اروح ابلع سريع بسرعة بسرعة بسرعة. تعالوا سمع فوق وراي مو وراي بس بسرعة. اوه ماي جاد اتعصبوا والله، اصدقائي يحبوني. ابلع اوه ماي جاد علقت اللعبة شباب، اول واحد مات منهم. اوه ماي جاد اسف اسفين شباب اسفين اسفين. يلا تعالوا كلابي لا راح أحكم عليه، أرى شوية هاي بس تعالوا. مو منه مو منه، تعال منه أروح بسرعة بس حد منه شباب منه أفضل. يلا أوه ماي جاد وينهم وينهم؟ والله حنبدي المهاجمة. هذا كلافي 2 1 الان يا شباب يلا هجوم، راح نجي مهاجمة وياهم. يلا ابلع او ماي جاد يلا شباب تعال تعال. اي اي علي قتلوا قتلوني، عارف بيكم شباب شو والله ذا شباب الصارين قد يبقى وياي 20 ثانية. او ماي جاد او ماي جاد اريد شباب تساعدني. يا او ماي جاد راح اموت، بس الا افلوم هذا جاي طبيعي شباب. ما اقدر افهم انت يا شباب.
اوه ماي جاد انا جيت اللعب عليه بس لعبتهم ولكوا يا جدعان ساعدوني اوه ماي جاد شباب ما اقدر اسمع كنتي شباب على قوي جيبة مطروق واضرب على هذا من الشباب حموتوني اوه ما قادي شباب ابلا شو بحكي في كل جيب ديوت حموتوني جيت حتى بعد انا كده بتعليم ابنا امغود هو شلط لا لا وصل ايه الشمس الحمد لله كان صعدين ومهم يكون حتى لو جيبي تساك بلوكات والله كان صعدين حتى ننقذ هاي الحيوان الأليف اللي قال لي عليه حتى يرجعنا طبيعي او ما قد شباب عشان صاير او ما قد شوف الجابة اوفني انا صاير ابلع لا قتلته يلا اوه ما قد ابلع اوه ما قد شباب يا شباب تعبت وتحتى ما اقدر اعيش بعد يا شباب علقت اللعب علينا يا شباب يا شباب ما عندي سبي هذا لازم تعنيني بما يخلص خل بما تعنيني يخلص شباب خل اكل اكلي يا شباب والله تشلوه بشباب فادوني كل شوي فادوني رجعت يلا شباب خلنا ننقذ البنزون قبل ما تموت ودي اسمع اتوقع صوت ابلع قتلت شو شباب واي باب من نوعي لا لا ونقول لا شنو شباب الصوت بسرعة بس اقف شو شنو لا اوه ماي جود يا شباب اتوقع تعال يلا تعالوا شباب خلا وديني خلا اجي ارجع لي وخار اوه ماي جود خلا لحق على شباب خلا لحق يلا صار على قول بس هذا العايش بعشا واش قلت لكم لا هذا انا مين الحمد لله هسه شنو نسوي جبت له وين البزوني تعال يا تبتي يا تبتي ما تبكين يعني قولي لي ما تبكين خلي ساجة ها في العادة تقدر تصير رسالة ها ايش كاتب احفر جوا الخشبة هاي يعني خلينا نحفر شو كلش بيه شنو هي كنا على شباب باب الادوية بس خلينا ننزل كل شي شنو هذول يا شباب بس راح اروح شوي بعيد يلا يا شباب شنو صار يا شباب يا شباب رجعت
رجعت شباب، رجع سكني، وخلني شباب رجع سكني. اوه ماي جاد يا شباب، شوف هذا فرحان. البس دروعاتي هسي، واخيرا يا شباب بعد حلقتين. هي ما طولت انا بس حلقة واحدة. انتوا هذول وين اوديهم؟ السايبر قطة عمو، تعال 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 اسمي، تعال 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 قد ادفعك يا انت مني، تعال ادفعك هنا، ادفعك اندفع بعقر. طيب طيب هذول مخذهم لك. اوه بس اخذ هذا عجمي حبي نامي. يلا يلا شباب هنروح. ممكن نشوف رجعنا الان، رجعت. ها تعال بيك اب، هذا اللي يحبوني شيء ابوك. هذا هو مالك شنو، حبيتوني كم حبيتوني، لا تطفشون بي. تعال ها تقرب، هذا مو مالاتك. اي مبينه لا تجد حيوان أليف، يعني شنو بس هذا قلت لي هذا تلاقيني فحاخذه. اوكي حتشوفوا بالحلقة القادمة من سيف كروس، بالحلقة القادمة راح اكمل الاكلات راح اكملها. ننسى بعد ما نجمع ايش ان شاء الله اسوي سيف كروس، خلي كل تجمع اغراض اللي نحتاجها وراح نبنيها شباب ونخلصها ان شاء الله. اوقف لو قومي تدري قومي تدري الله ذا قبلها. شوف نروح على سامي، يعني شلي ابن سامي. يلا هو ذا انا خلف كويس اللي اقتلهم، انا ما اعرف اصلا جابوا مو يعني. يلا سامي جبت 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 بس هذي سامي تلو، تعالوا دخلوا تفضلوا هذا بيتكم بيتكم. سامي ما يريد يطوبها، لا مو جامد للأسف. يا والله ما قلت لا اوقف، لا تتحرك من كيفك. والله كالعادي نطلع. هلا بسام حبيبي، لا اسف اسف سام اسف اسف. قوم اسف هاك هاي لحمة هاكو فيناتكم. يلا احتاجت شون نقدر نكبر، انا كبرتي. تعال اثنيناتكم امي هاي انتي، وتعالي انتي تعال. وقفك هنا، لا اسف يعني انا احبك، انا من حبك. هذا الاندرمان اللي ثواني وين يا زلمة؟ الاندرمان وينك عمو؟ الاندرمان وينك؟ الى قتلك. تعال تعال بس تعرف الجبان اندرمان، وطلع مو اندرمان جباني. ما علينا شباب، هسه خلني فيديو اخير، رجعت بسكني الاسطوري، خلني الفيديو. فشباب هيك انا الفيديو، تسوني على شباب لايك، واشكركم على 390 ان شاء الله، ال 290 اشكركم عليه ان شاء الله، 300 مشترك شباب، وان شاء الله نوصل ال 500 مشترك. انا هدفي بهاي السنه نوصل ال 500 مشترك، وانتم كيفكم تقدروا توصلون ال 500 مشترك والالف يا شباب. وشباب يعني كتبوا بالتعليقات عجبتكم اليوم ايش سوينا اليوم، هاي المغامره مثل ما شفتوا، هاجمنا وحوش ورحت على القروي ونقذ قطته وكلب جاب لاصحابه ورحنا هاجمناهم ونصهم ماتوا. ويا شباب هيجينا الفيديو شباب، اسمنا لك يا شباب عبر عني رأيكم يا شباب، واتمنى عجبكم الفيديو شباب، كتبوا بالتعليقات شي تريدون بعد نسوي شباب، ونلتقي في فيديو جديد ان شاء الله يا شباب. وعيد سعيد مبارك يا شباب، وعيد مبارك يا شباب، وحاسب عليكم شوي هنا لانه عندي امتحان، تواصل على السحب يا شباب، ونلتقي في فيديو جديد. السلام عليكم، باي باي.